السبب الرئيسي بالفقر. طبعا اذا ننتبه ان الفقر له سببين، العمل، قلة العمل، والوضع الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. حتى عندنا وزارة اسمها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، طبعا هي ناسية موضوع العمل، ما لها علاقة بموضوع العمل، فقط ركز رعاية اجتماعية. شو رعاية اجتماعية؟ ايتام، ارامل، معوقين، يعني الناس غير قادرة على العمل، يعني عندهم حالة اجتماعية معينة فيسبب لهم فقر. هؤلاء نسبتهم في العراق من 31%، يعني من 12 مليون تقريبا نسبتهم 1.5 مليون. اما ما يقارب 10 ملايين الى 8 ملايين فقر بسبب قلة العمل، يعني الناس قادرة على العمل، بعضهم شباب، بعضهم حقيقة كبار في العمر صح، لكن يقدر العمل بس ملاقي عمل، فالسبب كان فقر. فاذا احنا كارثة الكبرى الفقر مالتنا بسبب عدم وجود عمل، ليس بسبب الرعاية الاجتماعية. شلون نعالج العمل؟ نفعل القطاع الخاص. طبعا تفعيل القطاع الخاص لجميع الحكومات ومنها الحكومة هو مجرد كلام، القطاع الخاص يحتاج لشغل حقيقي. طيب. يعني انت تيجي تقول اريد امنح اجازات استثماريه، ادفع الاستثمار، تعرفون هيئه الاستثمار شلون تعطي اجازه، شلون تتفعل، يحتاج لها حقيقه قصه يلا تاخذ مشروع استثماري، فيحتاج عمل حقيقي، تعديل قوانين يلا يتفعل القطاع الخاص.